بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن أول من دخل في الإسلام هم أبو بكر وخديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. بدأ الناس يدخلون في دين الله وأكثرهم من الضعفاء المستعبدين المظلومين في هذه الحياة الاجتماعية الظالمة التي ليس فيها للضعفاء ولا للفقراء ولا للعبيد أي قيمة، فجاء الإسلام ليجعل القيمة الحقيقية للمرء دينه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا ينفع ذا النسب نسبه إذا كان عاصيا لله عز وجل، كافرا بالله، معرضا عن ربه سبحانه وتعالى. وأقلهم نسبا وقدرا ومالا وقيمة عند الناس هو عند الله غال ذو قدر عظيم بسبب إيمانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقول عمار رضي الله عنه الحديث هو البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، أي خمسة من العبيد، وامرأتان وأبو بكر. وأخرج الإمام أحمد، والحديث مرسل لكن لا بأس بذكره في باب السير، يقول: أول من أظهر الإسلام سبعة: عبد الله بن مسعود من السابقين رضي الله عنه وأرضاه، قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم قومهم، لأن القبيلة كانت تحمي أبناءها في الغالب، ولا تأذن لغيرهم من القبائل أن يؤذوا من كان من أبنائهم. قال: وأما سائرهم، أي البقية، فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. بدأ العذاب، بدأ الابتلاء. الثمن للجنة غال، والصبر على الابتلاء وعلى ما قضى الله عز وجل من أعظم الأسباب التي ترفع العبد عند الله عز وجل. وعلى قدر دين المرء على قدر البلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان دين المرء أيها الإخوة قويا، كلما كان البلاء أعظم. فمن صبر ورضي فله الرضا. والدنيا أيها الإخوة هي دار بلاء. وسبحان الله، هنا يجب أن ننتبه إلى أمر سيأتي معنا دائما في حديثنا عن سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده وتبليغه رسالة الله عز وجل يصيبه ما يصيب البشر، فيمرض ويخاف ويتعب ويطرد ويرمى بالحجارة ويسيل الدم منه ويجوع كما يجوع أصحابه ويصلي كما يصلي أصحابه ويصوم كما يصوم أصحابه ويسافر معهم، بل هو إمامهم صلى الله عليه وسلم في الحر والنصب. لماذا؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله يؤتيه الأمر كما يشاء. لا، سيأتينا أيها الإخوة، أوذي في الله، عذب في الله، طرد في الله، ابتلي في الله، بل هو أشد عباد الله ابتلاء في الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، لنا فيه قدوة. حينما يقل مالنا، حينما يستهزأ بديننا، حينما نعيش الغربة، حينما نبتلى في أبنائنا أو في أنفسنا أو في دعوتنا أو في أي شيء كتبه الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. هو نفسه هانت عليه في سبيل الله فلم يعطهم ما أرادوا، وهان على قومه أسياده فسلموه إلى الولدان في مكة، فجعلوا يطوفون به شعاب مكة يجرونه أيها الإخوة في حرها العظيم الشديد، وهو يقول: أحد أحد. فما أعطاهم ما يريدون حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه، صديق هذه الأمة الذي واسى المؤمنين بماله وبنفسه، فمر بأبي بن خلف وقال: على ما تصنع به هذا؟ ما الذي ينفعك؟ فقال أبي له: صاحب مال في آخر الأمر، إن كان يسيئك ما حل به فخذه اشتريه. قال: بكم تبيعه؟ قال: بكذا. قال: اشتريت. فأخذه أبو بكر وأعتقه
في سبيل الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.